السلام عليكم مشاهدي قناتنا الكرام. حقائق لا تعرفها عن كوكب الأرض. في هذا الكون الجميل يوجد الكثير من المعلومات والحقائق المدهشة والغريبة بعض الشيء. وفي كل يوم يقوم علماء الفلك والفيزياء بإضافة معلومات جديدة أو تعديل بعض المعلومات والحقائق القديمة عن هذا الكون الشاسع الذي ننتمي إليه ونجهل عنه الكثير. يمتلك كوكب الأرض الكثير من الألغاز والحقائق التي لا يعرفها الكثيرون، بداية من طبيعة تكونه ووضعه داخل المجموعة الشمسية إلى النباتات الموجودة عليه وظروف سطحه، بالإضافة إلى العديد من الأشياء الأخرى. مفهوم الحياة يرتبط بكوكب الأرض، عليها نحيا كل حياتنا وعليها سوف نموت، وبالرغم من ذلك نجهل العديد من الحقائق المذهلة عن كوكبنا الأرضي. إليك بعض منها. الأرض تدور حول الشمس مرة واحدة كل 365 يوما وربع اليوم، ولكي يتم تعويض ربع اليوم الزائد عن كل عام يتم إضافة يوما واحدا إلى شهر فبراير كل 4 أعوام، بحيث يسمى ذلك العام بالسنة الكبيسة. حركة الأرض حول نفسها تتباطأ بشكل تدريجي، حيث يتم إضافة ثانية إلى التوقيت كل بضع سنوات لتعويض الفارق الزمني. قبل 1,000,000 سنة تقريبا كان طول اليوم في الكرة الأرضية 20 ساعة فقط، ويعتقد بأن طول اليوم بعد 1,000,000 عام سيصبح 27 ساعة. الأرض تعتبر أنشط كواكب المجموعة الشمسية من الناحية الجيولوجية، حيث ما زالت الزلازل والبراكين تفرض سيطرتها على أجزاء من الكوكب، مما يتسبب في نفس الغازات من باطنها نحو أجوائها وتشكل الفوهات على سطحها. من على بعد تبدو الكرة الأرضية وكأنها ألمع الكواكب، وذلك نتيجة لانعكاس الشمس على سطحها المائي. الأرض هي المكان الوحيد في النظام الشمسي الذي يمكن أن يحدث فيها كسوف كلي للشمس. نحتاج إلى 1.3 مليون أرض مثل الكوكب الأرضي لتعادل حجم الشمس، وهي كوكب متوسط الحجم على أي حال. الأرض هي المكان الوحيد في المجموعة الشمسية الذي يحتوي على المياه في كل حالات المادة السائلة والصلبة والغازية. وكما تعلمون فإن المياه هي السائل الأكثر أهمية للحياة على كوكبنا. رغم أنها سميت بالأرض، إلا أن الأرض التي يمكن أن ندوس عليها لا تتجاوز 29% من مساحة الكوكب، في حين تشكل المياه والمحيطات ما نسبته 71%. تشير الحسابات إلى أن عمر الأرض تقريبا 5 مليارات عام، وأن أغلب أشكال الحياة التي نعرفها ظهرت قبل حوالي 200 مليون عام، وهي ما يشكل من 5 إلى 10% فقط من عمر الكوكب. هناك حوالي 500,000 زلزال يتم اكتشافها في العالم كل عام على كوكبنا، منها 100,000 يمكن الشعور بها. الأرض وعطارد هما أكثر الكواكب كثافة في المجموعة الشمسية، بما معناه أن الجزيئات داخل هذه الكواكب متراصة أكثر من الكواكب الأخرى. لا توجد 24 ساعة على مدار اليوم، حيث إن الأرض تستغرق فقط 23 ساعة و56 دقيقة و4 ثوان للدوران حول محورها. أعلى مكان على وجه الأرض والأقرب إلى الفضاء هو جبل تشيمبورازو في جبال الإنديز. ما بين 100 إلى 300 طن من الغبار الكوني يدخل إلى الغلاف الجوي للأرض كل يوم. يصدم البرق الأرض 100 مرة في الثانية الواحدة، أي ما يعادل 8.6 مرة في اليوم.
يستغرق الضوء حوالي 8 دقائق و22 ثانية للوصول من الشمس حتى الأرض. درجة حرارة باطن الأرض تبلغ نفس درجة حرارة الشمس. إذا قمت بحفر نفق مباشر داخل مركز الأرض وقفزت منه، ستحتاج إلى 42 دقيقة لتخرج من الجانب الآخر. هناك عدد من الأحياء في ملعقة صغيرة من التربة تفوق عدد البشر أجمعين. قبل وجود الأشجار كانت الأرض مغطاة بنباتات المشروم الكبيرة. ملكة بريطانيا هي المالك القانوني لسدس مساحة اليابسة على سطح الأرض. مركز الكرة الأرضية من الداخل زائب ومصهورة تماما، وبه نفس مكونات ما تنفسه البراكين عند ثورانها، حيث تصل درجة الحرارة تقريبا إلى ما بين 5500 و6000 درجة مئوية. ماذا سيحدث إذا فقدنا القمر يوما من الأيام أو لم يكن موجودا بالأساس؟ فلن يظهر أي كسوف على الأرض، أما أمواج المد والجزر على الأرض ستكون ضعيفة، وستكون الشمس هي المتحكم الرئيسي في هذه الأمواج، والليل سوف يصبح أكثر ظلمة مما اعتدنا عليه. اليوم الواحد على الأرض سوف يصبح أكثر بكثير، أي اليوم سيكون حوالي 6 إلى 8 ساعات فقط، مما يعني أنه سيكون هنالك 1100 إلى 1400 يوما في العام. وأيضا ميل محور دوران الأرض قد يختلف بشكل كبير مع الوقت. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.